السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم. غادي نديرو معاكم واحد الفيديو ديال الكغطان بالاندومي والخضره، كتجي رائعه يا البنات. دغيا كتوجد بسرعه وسهله، تجي زوينه. غادي نقولكم المقادير. بسم الله على بركه الله. عندنا هنايا جزره وحده، بطاطا وحده، شويه ديال لاريكو، واللي عنده من الاحسن الا كانت جلبانه هي خير. انا ما عنديش، متصبتش عندي جلبانه، درت هاد لاريكو. عندنا فرماج الاحمر، عندنا طريفات ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج، غادي نقطعهم رقاق. عندنا 4 ديال الاندومي، ها هما 4. عندنا الحليب باش نصوبو الصوص، عفوا لاصوص بيشاميل. دابا غادي نديرو هاد الخضيره ديالنا تسلق، غادي نديرو هاد الاندومي تسلق حتى هي، نكملو معكم. تابعوا الفيديو للنهايه ان شاء الله وتشوفوها كي جايه. غادي نصوبو الاندومي، غنديروها تسلق، نحيدو منها هاد الخنيشات ديالها. هي عزيزة على وليداتنا هاد الاندومي، الأحسن نزيدو معاها خضيرة، ندخلو عليها التحسينات، خضيرة ودجاج، باش تعطي واحد الجمالية، واحد البنة زوينة، باش ندخلو الخضرة فيها، باش ياكلو وليداتنا الخضرة، واحد يدخل فيها الخضرة خير. شوية نزيدو معها حتى البيض، راه البيض ما بينتوكمش، نجي نصوبو عندنا نحطوه. دابا غادي نديرها تسلق، غادي نديرو لاصوص بيشاميل، ندير 2 معالق ديال الزبدة، نديرهم يدوبو، عندي نص يطرو ديال الحليب، الزبده ديالنا هي هادي، نديرو واحد شويه ديال الملح على شكل بنينه، الأولى ديرو 2 معالق ديال الدقة في الرقب، نقص البوطة على شمة، درناها غير قليلة، الطحين ديالنا ساج مع الزبدة. دابا غادي نديرو الحليب، نستمرو في التحراك، نديرو الحليب نستمر فيها هكا بالتحراك، نديرو شويه د البزار،
نبقى مقابله هكا حتى نطلقوا لي هاد الكويرات ديال الطحين بالزبده حتى تتماسك وعاد نطفي عليها. الاندومي ديالنا هي هذه تسلقات، غادي نديروا عليها دجاج سوطينا شويه، نديروا الخضيره هي هذه سلقناها، نديروا ثلاثه البيضات، هاد البيضات باش تجمع لنا هاد الخضيره وهاد الاندومي. غادي نديرو هاد التوابل ديال الاندومي باش غادي يعطيونا واحد البنه ديال نحاولوا هاد الحر ما نديروهش كامل، نديرو غير واحد جوج وجوج ما نديروهمش، نديروش الحر ديالهم. ما غادي نديرو حتى شي حاجه من غير التوابل ديالهم، غادي نحركوها مزيان، تخلطنا الاندومي مع الخضيره، البلاطة ديالنا دهناها بالزبدة غريبة، سيرة ما درناش صوص بيشاميل، نخليه واحد شويه نديرو عليها من الفوق، نحاول نقادها مع الطريفات، الفران شاعله، سرحوا فوق منها هذا
الصوص نديرو فوق منها الفرماج، ندخلها غير الجهة الفوقانية، حتى طيب لي مزيان من الفوق لتحت. غير غادي انا باش ما يتحرقناش الفرماج. ندخلو هذا بالفران. الغطان ديالنا هي هذه، حنا وجدناها. دابا غادي نزينوها بشويه ديال المعدنوس. جايه رائعه البنات. شوفوها كي جات، كي جايه زوينه وهشيشه. الغطان ديالنا هي هذه وجدناها. نتمنى من الله تجربوها وتعجبكم، وما تنساوناش في لايكات واشتراكات، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.